بالبدايه طبعا على قولتهم كلنا ككويتيين يعني كانت الرياضه الاساسيه عندنا في الفريج في العائله في الكويت بشكل عام كلها كره القدم. بس انا يعني من عيال عمي لاعب معروف لاعب ناس السالميه ومنتخب الكويت لاعب علي رفاعي ايام السبعينات، فبيتنا احنا تقريبا كلنا سلماويه لان ولد عمي لاعب السالميه وعيال عمي كانوا يلعبون بالسالميه، لان احنا اصلا كنا من عيال جبله بعدين انتقلنا الى السالميه. فكاسره نتابع الرياضه لان ولد عمي يلعب هناك، وفريجنا طبعا فريج كله رياضه عند قبل تعرفون ايامنا يعني ايام الثمانينات كله بالبراحه، فكان كله البراحه ونلعب بالبراحه وبالمدرسه دوري الفصول والامور هذه. فهذه كانت الاساسيه يعني كرياضه. طبعا اخوي اللي اكبر مني محمد ايضا كان لاعب كره قدم، فدشينا هالمجال يعني كره قدم. نعم طبعا في البدايه كدشيتي النادي انا كنت في السباحه، كنا اغلبنا يعني ندش السباحه لان كان كره القدم قبل مو نفس الحين في مثلا تبدي تلعب عادي من 5 سنين. انا دربت بالنادي، دربت لاعبين عمرهم 5 سنين 6 سنين، وهذا موجود، هذا حتى باوروبا يدربون اصغر من كذي. ايامنا كان ما في يعني يلا دش النادي عمرك 9 سنين احمد ربك تصغير يعني داش. فانا كنت قبلها من 7 سنين ودك تروح النادي، فرحنا السباحه. وطبعا هذا كان في نادي كاظمه لان يم بيتنا احنا عيال الروضه، فكان كل فريجنا بالسباحه بنادي كاظمه ودشينا بطولات يعني 7 سنين 8 سنين، وانا كنت مميز كنت كل اطلع قبل الاخير وكذي يعني زين. فما كان مودي السباحه بس حالنا حال الفريج يعني. لين ذاك اليوم ودونا السباحه بيونسونا ودونا نلعب قدم تحت لان السباحه بنادي كاظمه فوق صايره، فودونا نزلونا ودونا الملاعب. فشافني كابتن رشيد اذكره الله يذكره بالخير وكابتن خليل ابراهيم لاعبين نادي كاظمه السابقين كانوا مدربين، كابتن فهد بودي، فشافوني نلعب فقالوا حق السباحه في مجال فيصل يلعب ويانا بالقدم بدال. فقالوا السباحه لا نبي بالسباحه وهو عنده بطولات. انا ما عندي بطولات يعني دشيت بطولتين، بطوله تتابع طلعت الثالث، طلعنا الثالث وانا مخسرهم يعني بقوا يطلعون الاول انا طلعت الثالث، والثانيه طلعت دشيت صدر بطوله صدر بروحي فردي طلعت قبل الاخير على قولتهم يعني الحمد لله السابع مو الاخير زين. فما كان لي رغبه بالسباحه ففاوضوني لان في نفس النادي عاده يكون في مرونه شويه، اذا برا النادي شوي يعصلقون، فقالوا خلوه يختار هو. فانا على طول طبعا اخترت اني اكون في القدم وبدات بدايتي الحمد لله في القدم. في البدايات يعني هذه بدايتنا كلاعبين ناشئين مع المدربين، كان كابتن خليل وكابتن رشيد في نادي كاظمه هم اللي دربونا مثل ما قلت. فكنا صغار يعني بس تقسيمات ولعب بسيط وكذي. بعدها دربنا كابتن خليل في تحت 14 سنه، كان اول بدايه عشان تشارك في دوري 14 سنه، ما كان نفس الحين يعني الحين في دوريات تحت 9 و10، لا قبل ما في اول بطوله تشارك فيها تحت 14. هذا كان طبعا تاخر وايد في تطور اللاعب، يعني ما بيقول ظلمنا بس كل واحد هذا جيله يعني. فكنا 14 ان شاء الله نبدا نلعب مباريات بطوله وغيره. فكان اذكر وقتها طبعا وياي كان كابتن خالد الفضلي هو قولتشينا، كابتن عبد العزيز البحول الله يرحمه، لا اخوه خالد البحول لاعب طائره، كان ويانا مشعل الفوديري قصته مشعل الفوديري كان كابتن الفريق واكبر مني بسنه، كان اللي عمره 12 سنه او 13 و14 هم بالفريق هذا سنه تقريبا 88. فمشعل شوي لانه لاعب وايد مميز كان اكبر منه وسريع وموهوب، فكان شوي شايف نفسه زين يعني. وكان كابتن خليل تو خريج المانيا تدريب المانيا، فكان سيريس ما في نقاش لازم جديه وكذي، وانا كنت لاني صغير فجدي ملتزم منضبط. فاول لعبه لعبنا مع القادسيه اذكرها مشعل الفوديري كان الكابتن، بعدها شاله من الكابتنه لانه عصبي والذم وخلاني انا كابتن. فانا كنت كابتن الفريق وانا اصغر لاعب الفريق، كانوا ويانا خالد الفضلي ومشعل الفوديري وايد لاعبين، يمكن منهم عادل صلبوخ اذكره كنا كانوا ويانا بعد. فكان فريقنا يعني هذه البدايات يعني كجيل. بعدها يانا يعني كابتن دوشن السنه اللي بعدها تشيكي، تعلمنا منه وايد.
بعدها صار عمارنا تقريبا دشينا مرحله تحت 16 سنه، وهذه قصه 16 سنه صار موقف اذكره. كان جاينا مدرب او تحت 15، كان جاينا مدرب اسمه نسيت اسمه والله، اذا ذكرت اقول زين. كان صربي، وكان المدرب هذا لازم ينقي لاعبين نفس الحين يصفي يعني بدايه الموسم. فصفى واحد من لاعبيننا اللي هو كابتن عادل صلبوخ، موجود للحين مدرب الحين. فانا عصبت لان انا كان يعني كنت على ابو يعني من كباتن الفريق، احنا ما كابتن الفريق بس كباتن الفريق وكذي. فزعلت فقلت شلون تصفي، وما رحت كلمت الاداره، هذا لاعب زين شلون تصفونه والحكي هذا. اسمه كابتن بوب ذكرته، دربنا بعدين حتى فريق الاول نادي الكويت. فليش صفونه؟ شو يقول هذا مدرب ولا قراره، ما نتدخل بقرارات المدرب. فهذا كان يعني نقطة إيجابية بنادي كاظم إنه ما يتدخلون، بس كانت لاعب لازم النادي لا يعني لا نظرة ببعض اللاعبين المميزين اللي قدام ويحصلون نجوم. يعني عاد صلبوخ ابتعد والحمد لله ما راح نادي ثاني، والسنة اللي بعدها أرد نادي كاظم وتسجل ولين لعب فريق أول بنادي كاظم صار هداف. فيعني حرام مدرب مرات ينهي بعض اللاعبين في مثل هذه الأمور. فيعني هذه يمكن نقطة مرت علينا نذكرها. وأيضا بعدها عاد تم عاد يعني اختيارنا المنتخب الحمد لله. كان على ايامنا جيلنا كابتن عذبي مطلق، لاعب غاتسيه، فيصل برقبه، ناصر السوحي، نواف المرطة، وايد لاعبين، عادل مشعل دوسيري من كاظمه، خالد الفضلي، فوايد لاعبين كنا. يومها سبحان الله لما رحت بروح منتخب وقتها سبحان الله حاشني شيء، اصابه غريبه ما يدرون شنو فيني. بس ادش الملعب اول 10 دقائق اتعب اوقف الملعب، لدرجة كان الله يذكره بالخير كابتن إبراهيم الراشد، الأستاذ إبراهيم الراشد كان هو مدربنا، كان يحط تقييمنا بعد كل مباراة على الباب السبورة، يكتب مثلاً فيصل من 10 5 من 10، فلان 6 من 10، فلان، ويحط السبب. فأنا أذكر مباراة لعبتها مع النصر وقتها ما كنت ألعب وايد يعني نادر، لأن كله ما يشفيني يعني. فحاط لي 1 من 10 لعبت مع النصر، أذكر لعبت يمكن نص ثلث ساعة بس، وحاط التعليق ما أدري إيش فيك، ما حد يدري ايش فيني. فرحت حق وقت اخذوني منتخب، زين الحين ماخذين منتخب، وهذا اول منتخب عشان ياخذوني، كنت صغير 16، ما كان في المنتخبات الصغيره، اول منتخب 16. فكان هذه بدايه انطلاقتي. فسبحان الله رحت ما اقدر العب، فقال لي الدكتور قول له ان انت عندك يعني، قال لي ان عندك مشكله بالعضله تحتاج فتره تريح يومين ثلاثه، فقول لهم عندك اصابه. فرحت الاتحاد عري ما فيني شيء، زين استغفر الله. فرحت عري على ابني انا يتعاون، ايش فيك؟ اول اجتماع اول يوم كان اقول لهم عندي الانكل ما اقدر اتدرب، ويدخلوني العياده. اذكره كابتن عزيز البناي موجود للحين دكتور، وفي دكاتره وياي يشيكون علي، ما بيتشيك علي بس يجوسون الانكل، اي زين ما فيني شيء، بس عشان لا يطردوني من المنتخب، عشان يطروني بس يومين ثلاثه على ما اخف. هاليومين ثلاثه يعالجوني مساج، ما مساج حق العضله، طلع العضله عضله الساق وبس. وبعدها هذا الشيء اتدرب، هم ما فيني شده المنتخب كلش ما في شده. فقالوا لا يمكن في شيء ثاني. شنو فيه؟ كانوا يقولون نوع الركضه مالته غلط، خي يتدرب مع كابتن علي خليل لاعب نادي كاظمه، هو ماخذ الدوره هذه في ما ادري وين دوله، خي يتدرب. فاللاعبين يروحون مباريات، انا بس اقعد ادور الملعب اركض عشان اعدل ركضتي، شهر كامل يطلع ما فيني شيء، هم اتعب مو عارفين. دكتور ثاني لبسني ضبابه يقول لي نوع عضلتك غير، هم ماكو شيء. هذا كل واحد اسبوعين ثلاثه شهر كل واحد. اخر شيء يا دكتور كان يقول، انت فيك حاله نفسيه ما تحب كره القدم او شبعت من كره القدم، روح العب سله اسبوعين. ويلعبني سله اسبوعين، ممنوع اي القدم وممنوع طالع ملعب القدم وممنوع امر يم ملعب القدم، شيء غريب. وتدرب اسبوعين سله وارجع اتدرب بعدين بالقدم، هم ماكو فايده. اول ايام ارجع بس بعدين ترجع مره ثانيه، ما ادري شو. ذاك اليوم الله يذكره بالخير او توفى الدكتور محمد الرجدي، اتوقع توفى الله يرحمه، كان عندنا بكاظم بعدين راح الكويت. قال لي يا فيصل ليه ما عملت تحليل؟ قلت له والله ما عملت تحليل. اقول سوي تحليل تعال لي. رحت سويت تحليل، رديت له عشان طالع التحليل. طبعا التحليل قبل مو بيوم يومين، تبيك اسبوعين يمكن شهر، يلا طلع لي تحليل الدم. يطالع كان يقول لي ايه ده انت ميت، يقول لي انت ما في دم يعني بجسمك كلش، يعني ما في املاح ولا شيء، جسمك تشتاكل. قلت له انا ما احب الاكل يعني بس كاكاو. فكانت التغذيه عندي وايد سيئه، فبسبتها سبحان الله اثر بجسمي. فقال لي انت عندك مرض يسمونه مرض الانيميا اللي هو فقر الدم، وهذا منتشر بالكويت ترى عند اغلب لاعبيننا ما يدرون بسوء التغذيه.
فاعطوني حبوب كورس مده سنه كامله. طبعا وقتها ما لعبت خلاص والمنتخب استبعدوني، وبعدها عرفت قدرت بعد سنه قدرت ارجع، بس عاد تشود وقتها صار الاحتلال العراقي والحمد لله رب العالمين.